السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد فريد. النهاردة إن شاء الله هنشرح للصف الثاني الإعدادي لغات ساينس سكند يير أوف بربراتوري سكول. بإذن الله هنشرح الجزء الرابع من الدرس الأول، وده آخر جزء معانا النهاردة، وممكن بإذن الله ننزل بعديه ريفيجن سريع جدا في فيديو صغير، وده إن شاء الله يعني أتمنى إن أنا أوضح فيه على قد ما أقدر الجزئية المطلوبة، وإن شاء الله يعجبكم. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. How to determine the atomic number of elements of groups A by knowing their location in the periodic table. يعني ازاي نعين الاتوميك نمبر او الرقم الذري للعناصر بتاعت مجموعات A من خلال معرفة الموقع بتاعها في الجدول الدوري. اول حاجة هنبقى determine ازاي نعينهم. اول حاجة رقم او عدد المستويات الطاقة، وده من خلال معرفة الدورة اللي فيها العنصر. يبقى عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات، وده من خلال معرفة الدورة اللي فيها او رقم الدورة اللي فيها العنصر. تاني حاجة عدد الالكترونات اللي في اخر مستوى طاقة خارجي، ده برضو من خلال معرفة المجموعة او الجروب اللي فيها العنصر، رقم المجموعة اللي فيه العنصر. يبقى أول حاجة determine the number of energy levels occupied by electrons by knowing، وده من خلال the period number of the element، رقم الدورة اللي فيها أو بتاعة العنصر. تاني حاجة the number of electrons in the outmost energy level، يعني عدد الإلكترونات اللي في مستوى الطاقة الخارجي، وده من خلال معرفة the group number of element according to the traditional number، يبقى رقم المجموعة اللي فيها العنصر، وده من خلال الترقيم الترديشنال. بعد كده بنكتب الشكل الالكتروني ليها او التوزيع الالكتروني ليها، the electron configuration of the atom of the element taking into consideration that the inner energy levels are completed with electrons. يعني بنشوف الشكل الالكتروني ليها او التوزيع الالكتروني ليها، وده برضو بيكون بعد ملء المستويات الطاقة الداخلية بالالكترونات او ممتلئة بالالكترونات كاملة. مجموع الالكترونات بتلف فيه مستويات الطاقة، ده يعتبر اللي بيقدم الاتوميك نمبر او الرقم الذري للعنصر. يبقى the sum of numbers of electrons that revolve in energy levels، الالكترونات اللي بتلف في مستويات الطاقة، ده هو الرقم الذري او represent the atomic number of the element، the atomic number of the element. يبقى هنا بيقول لنا the number of electrons that revolve in energy level equal the number of protons inside the nucleus of an atom equal the atomic number of the element. يبقى رقم الالكترونات اللي بيلف في مستويات الطاقة هو بيساوي رقم البروتونات الموجودة داخل النواة في الذرة او نواة الذرة، وبرضه هو الرقم الذري بتاع العنصر. عندنا exercise بيقول لنا calculate the atomic number of each of the following element، حدد الرقم الذري او احسب الرقم الذري للعناصر الاتية. واحد element X is located in the second period and in group 7A. يبقى أول عنصر عندنا هنا العنصر X موجود في الدورة الثانية في المجموعة 7A. العنصر Y element Y is located in the third period and in zero group، يبقى في الدورة الثالثة وفي المجموعة 0. الإجابة هنا أول حاجة element X بيقول لنا is located in period 2، يبقى في مستويين طاقة، وهنا الشكل اللي بيترسم قدامنا مستويين طاقة. بعد كده بيقول لنا its electrons are distributed into energy levels it's located in group 7A، يبقى مستويين طاقة. وبعد كده بيقول لنا ان هي موجودة في group 7A، يبقى المستوى الطاقة الخارجي ممتلئ ب او يحتوي على 7 الكترونات، the outmost energy level contains 7 electrons. يبقى اذن الرقم الذري ليها هنجمع الاتنين زائد 7 بيساوي 9. Atomic number of element X equal 2 plus 7 equal 9. تاني عنصر عندنا element Y
is located in period 3 يبقى موجودة في ثلاث مستويات طاقة عندنا. وجروب 0 بيوضح ان مستوى الطاقة الخارجي يحتوي على 8 الكترونات. The outmost energy level contains 8 electrons. The atomic number of elements Y equal 2 plus 8 plus 8 equal 18. وده بيوضح عندنا ان هو عنصر خامل ممتلئ مستوى الطاقة الخارجي دي بتمن الكترونات. نكمل عندنا هنا نوتس او ملاحظات. In the modern periodic table في جدول الدوري الحديث لو في نفس المجموعة اللي هيحصل او لو في نفس الدورة او البريود ايه اللي هيحصل. فعندنا هنا اول حاجة على الشمال بيقولنا ان العنصر بيزيد عن العنصر اللي قبليه في الرقم الذري بتمانية، ولكن في استثناء هنا لعنصر الليثيوم اللي بيزيد عن الهيدروجين اللي قبليه باتنين بس. ورسم لنا شكل الثلاث دورات في جدول الدوري first period second period third period، وجاب لنا من شكل الدوري من شكل الجدول الدوري اللي هو الاساسي. يبقى in the same group the atomic number of an element increases from the element preceding it by 8، بيزيد عن العنصر اللي قبليه في نفس المجموعة الرقم الذري ب8. بس عندنا except هنا بيقول لنا lithium element lithium 3 that its atomic number increases than hydrogen H1 by 2، بيزيد ب2 بس. ولو في نفس الدورة in the same period the atomic number of an element increases from the element preceding عن بيزيد العنصر عن العنصر اللي قبليه في الرقم الذري by 1، بيزيد بواحد بس. ومن هنا يظهر لنا give reason سؤال بيقول لنا the scientists can't discover a new element between sulfur S16 and chlorine Cl17. ليه بقى مفيش العلماء ما بيشوفوش او ما بيكتشفوش حاجه ما بين العنصرين دول؟ لان هنا ان في الدوره الواحده او في العنصر عن العنصر اللي بعديه بيزيد بواحد بس، وهنا الرقم بيبقى رقم صحيح. فبالتالي هنا S16 والكلورين 17 مفيش حاجه ما بينهم عشان تظهر. فهنا بيقول لنا because the atomic number of an element is an integer، رقم صحيح الرقم الذري ليه، و بيزيد في نفس الدورة from one element to the following element، من عنصر العنصر التالي من بزيادة هي رقم واحد بس. وهنا عندنا sulfur 16 والكلورين 17. بيجينا هنا exercise بيقول لنا study the opposite figure that shows the electronic configuration، الشكل أو التوزيع الإلكتروني للعنصر Z in the modern periodic table في الجدول الدوري الحديث. وبعد كده بيقول لنا then deduce the atomic number of حاجتين، نستنتج حاجتين element A which follows in the same period، بيبقى العنصر اللي بيليه A في نفس الدورة، و element B which follows in the same follows it in the same group، في نفس المجموعة العنصر الذي يليه في نفس المجموعة. اول حاجة العنصر اللي في نفس الدورة نحلها ازاي؟ بيقول لنا بما ان الرقم الذري لي العنصر ده 2 زائد 5 هو مدهولنا في الشكل، يبقى هنجيب الاتوميك نمبر بتاع العنصر اللي بيليه في نفس الدورة هيبقى 7 زائد 1. يبقى بما ان ذا اتوميك نمبر اوف ايليمنت زد ايكوال 2 بلس 5 ايكوال 7، 2 زائد 5 بتساوي 7. يبقى ذا اتوميك نمبر اوف ايليمنت ايه ذات فولوز ات in the same period في نفس الدورة اللي هو بيزيد يعتبر بعدي بواحد فقط هيبقى equal 7 plus 1 equal 8. يبقى the atomic number of element A that follows it in the same period equal 7 plus 1 equal 8، يبقى هيكون 8. نيجي لجزء تاني من الاكسرسايز. طبعا عشان نجيب العنصر اللي بيليه في نفس الدورة ما بنزودش مستوى طاقة، لكن بنزود الكترون في مستوى الطاقة الاخير بس. فزي ما هو الرسم كان بيديها لنا احنا رسمناها بس زودنا الكترون في مستوى الطاقة الاخير، ولكن هنا في العنصر الذي يليه في نفس المجموعة هنزود مستوى طاقة. وطبعا عرفنا قبل كده عشان نزود مستوى طاقة يبقى مستويات الطاقة الداخلية لازم تكون ممتلئة بالالكترونات او كاملة بالالكترونات. فهنا بيقول لنا عدد مستويات الطاقة
بتاعت العنصر زد كانت 2، وبكده هنزود مستوى طاقة هيبقوا 3 في العنصر بي. وبعد كده هو موجود في نفس المجموعة اللي فيها زد، فبالتالي يكون عدد مستويات عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الأخير نفس عدد الالكترونات، وهو كان 5. فهنا بيقول لنا بما ان the number of energy levels of element Z equal to the number of energy levels of element B that follows it in the same group equal 2 plus 1 equal 3. فهيبقوا 3 مستويات طاقة ورسمناهم هنا قدامنا ومالين مستوى الطاقة الداخلية بالالكترونات. هيبقى the element B is located in the same group of element Z. The number of electrons in the element in the outmost energy level of both element B and Z equal 5. هيكون نفس عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، يبقى هيكونوا متساويين في عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. يبقى هنا الاتوميك نمبر او الرقم الذري للعنصر B هيساوي 2 + 8 + 5 اللي هو في مستوى الطاقة الخارجي بتساوي 15. يبقى the atomic number of element B equal 2 + 8 AD اللي هي مستوى الطاقة اللي احنا زودناه + 5 اللي هو الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي equal 15 يبقى هتساوي 15. بعد كده نيجي على exercise 4 بيقول لنا ان الشكل اللي قدامنا ده the opposite figure represents a section of modern periodic table calculate the atomic number of. يبقى بيقول لنا ان ده سيكشن او قطاع في جدول الدوري الحديث، وعايزنا من خلاله نحسب 3 حاجات. element y that follows element d in the same group، يبقى العنصر اللي بيالي العنصر d في نفس المجموعة، يبقى اللي تحتيه على طول. element x that precedes element b in the same group. رقم 2 element x that precede element b in the same group، يبقى في نفس المجموعة ولكن العنصر اللي بيسبق العنصر b اللي هو مكتوب عليه b20. تالت حاجة element z that precede element b in the same period، يبقى العنصر z اللي بيسبق العنصر b ولكن في نفس الدورة المرة دي. هنا الإجابة هتكون إني element D is located in period 1 and group A1A. يبقى ال element Y هيكون في period 2 في group 1A برضو. وبكده ال atomic number بتاع العنصر Y هيساوي 2 plus 1 equal 3. بعد كده the atomic number of element X equal 20 minus 8 equal 12، لاني هيبقى بيساوي 20 ناقص 8 بيساوي 12، وشلنا 8 دي عشان هو العنصر اللي بيسبق في نفس المجموعة، فهنشيل مستوى طاقة اللي هو بيساوي 8. رقم 3 the atomic number of element Z equal 20 minus 1 equal 19، يبقى في نفس الدورة فهنطرح واحد بس، مش هنطرح مستوى طاقة كامل لكن هنطرح واحد بس، يبقى 20 ناقص 1 هتساوي 19. يبقى element D is located in period 1 and group 1A. يبقى element Y is located in period 2 في الدورة الثانية وبرضه في نفس المجموعة 1A. فالاتوميك نمبر بتاعه يتحسب the atomic number of element Y equal 2 plus 1 equal 3. 2 دي بتاعة المستوى الطاقة K لأن دي أول دورة، وبنزود عليها الواحد اللي هو في نفس المجموعة اللي هي 1A، فهتساوي 3 بس. تاني حاجة عندنا the atomic number of element X equal 20 minus 8 equal 12. ليه؟ لأني هنا هيطرح التمانية بتاعت مستوى الطاقة كامل دي المجموعة اللي قبلي وده اللي بيسبقه، فهنشيل التمانية من العشرين لو مدهلنا هتساوي 12 أو 12 بس. the atomic number of element Z equal 20 minus 1 equal 19، يعني 20 هنشيل منها واحد لأنه هنا بيقول العنصر اللي بيسبقه ولكن في نفس الدورة، فهنشيل واحد فقط لا غير من العشرين دي هتساوي 19، يبقى 20 - 1 = 19. يبقى عرفنا الإلمنت Y جه ازاي والإلمنت X جه ازاي والZ جه ازاي. بتمنى يا رب أكون أفدتكم النهاردة، ولو فيها استفسار ياريت ألي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو شير كتير، وأتمنى تشتركوا في القناة، وبإذن الله تكون استفادة موفقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.